بداية نقف على آخر تطورات العسكرية بأربيل. ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار الآن وسام يوسف. وسام، مساء الخير، ما الذي يحدث؟ كل التفاصيل من عندك لو سمحت. نعم، ميسون، استمرت العمليات العسكرية هذا اليوم أيضا، خاصة داخل مركز مدينة الأحمر، فمن الغرب تمكنت قوات مكافحة الإرهاب هذا اليوم من تحرير الحي الصناعي الجنوبي، الصناعة الجنوبية تمكنت من تحريرها بالكامل. أيضا من الجهة الشرقية تمكنت من الفرقة 16 من السيطرة على مفرق الفتك الواقع على الطريق الدولي الرابط بين المون وسوريا، هذا الطريق الاستراتيجي تمكنت هذه القوات هذا اليوم من السيطرة عليه وتطهيره. أيضا قطعت من الفرقة 15 أيضا طارت ثلاثة قرى هذا اليوم شرقية مدينة تل الأحمر التي هي العاشق الأولى والعاشق الثاني وكل جاسم من هذه الجهة، ووصلت هذه القطعات أيضا إلى الحدود الإدارية لمركز قضاء تل الأحمر. حاليا ميسون، القطعات العراقية من المحاور الأربعة وصلت إلى الحدود الإدارية لمدينة تل الأحمر. في الساعات القادمة سوف تبدأ جميع المحاور بالتقدم باتجاه مركز مدينة تل الأحمر لغرض تحريرها. ميسون، من القادة العسكريين هنا علمنا بأن تنظيم داعش ومقاتلو داعش لا يبدون أي مقاومة، مقاومتهم ضعيفة جدا، هم ينهارون أمام القوات العراقية حال تقدمها. هذا هو أبرز ما لاحظته القوات العراقية وما لاحظناه أيضا نحن خلال تواجدنا مع القوات العراقية في مدينة الأحمر. من المؤمل خلال الساعات القادمة أن يتم تحرير عدد من الأحياء المهمة في مدينة الأحمر، خاصة الجهة الشرقية منها وتحديدا الحي العسكري، هذا الحي الذي من المتوقع أن يشهد مقاومة شرسة نظرا لتمركز عدد كبير من مقاتلي داعش في هذا الحي وفي هذه الجهة. من المؤمل أن تستمر العمليات أيضا دون توقف، هذا ما علمناه هذا اليوم، تستمر دون توقف خلال الايام الماضيه الى حين انجاز العمليه بالكامل، وهي تحرير قضاء تل الأحمر بالكامل ومركز المدينه ايضا. ميسون، ملاحظه اخرى ايضا اردت بالتقرير فيما يخص المختطفات اليزيديات، القوات العراقيه مهتمه جدا بهذا الموضوع حيث تستعين في بعض الاهالي من القرى اليزيديه القريبه هي ترافق القوات العراقيه اثناء تقدمها الى مدينه تل الأحمر وفي داخل الاحياء لغرض التعرف على بعض المختطفات اليزيديات الذي من المتوقع ان هناك اعداد كبيره منهم لا زالت محتجزات داخل قضاء تل الأحمر. نعم. طيب، شكرا لك على كل هذه المعلومات وسام يوسف مراسل اخبار الان، شكرا.